لمزيد من المتابعة من الجزائر ينضم إلينا مراسل الغد كريم قندولي. كريم، ما فحوى هذه الاجتماعات التي تقودها الجزائر بخصوص الأزمة الليبية؟ نعم لينا، يعني من المؤكد أن الجزائر الآن تضع الأزمة الليبية كأولوية قصوى في كل اجتماعاتها الأمنية، خاصة الكل يعلم بأن الجزائر لديها أكثر من 1000 كيلومتر على مستوى الحدود المشتركة بينها وبين الجارة الشرقية ليبيا، وأي تهديد يمس ليبيا يمس الجزائر بصفة خاصة. وعبر رئيس الجزائري عبد المجيد تبون منذ توليه مقاليد الحكم في الجزائر عن أن ليبيا تعتبر يعني شقيقة للجزائر وخط أحمر لكل الأطماع الخارجية التي تهدد أمنها وتهدد أمن البلدان المجاورة لها، سواء كانت تونس أو الجزائر أو كانت مصر، خاصة نتكلم حول البلدان العربية. بالتالي اليوم سيتم مناقشة هذه النقطة والتطورات الميدانية، لا سيما عدم وقف إطلاق النار وتواصل هذه الحرب بالوكالة داخل الجارة الليبية. بالتالي ليس فقط الأزمة الليبية هي التي أدت باجتماع المجلس الأعلى للأمن بقيادة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، فهنالك أيضا مشاكل أخرى داخلية ومشاكل إن صح التعبير هي مفتعلة، تود إشعال نار الفتنة وتود يعني التأثير على معنويات الشعب الجزائري وتأليبه ضد السلطة، وذلك مثل ما رأينا في المدة الأخيرة بتسلسل العديد من الأحداث مثل الحرائق وندرة السيولة المادية وانقطاع الكهرباء والغاز والاعتداء على الأطباء وتخريب عبوات الأكسجين والعديد من الأحداث الأخرى التي الآن أصبحت يعني محل شكل من طرف السلطات، وتتهم الجزائر يعني مجموعة ربما من النظام القديم تحاول عرقلة الإصلاحات الجديدة، يصطلح على تسميتها دائما بالدولة العميقة أو فلول النظام السابق التي لا تود للجزائر خيرا وتود الآن أن تضعها في صورة المقصر أو في الجزائر في صورة المقصر في اتجاه المواطنين. إذن هكذا تصف الرئاسة هذه الأحداث الأخيرة، وعلى ضوئها كان هذا الاجتماع. ونذكر أيضا بأن الرئيس عبد المجيد تبون أمر وزيره الأول عبد العزيز جراد بفتح تحقيقات معمقة وفورية إزاء هذه الحوادث الأخيرة المقلقة للشارع الجزائري والمقلقة أيضا للسلطة. أيضا لابد من الإشارة إلى أن الوضع أيضا في الصحي في الجزائر يتطلب مثل هذه الاجتماعات الدورية، تتزايد أو يتزايد منح الإصابات في الجزائر. ممكن أن نشهد قرارات أخرى تتعلق بالحجر الصحي وكيفية أو تعديل الحجر الصحي بما يتناسب مع عدد الإصابات وعدد الوفيات في الجزائر. وأيضا ذلك ما يترتب عن ربما الأبحاث العالمية في خصوص إيجاد لقاح ضد كورونا، فالجزائر أبدت استعدادها أمس من خلال اجتماعات الحكومة، من خلال أمر أيضا الرئيس الجزائري لوزيره الأول ببداية التفاوض مع مختلف الجهات الدولية التي توصلت إلى لقاح لفيروس كورونا من أجل اقتنائه وبكميات يعني معتبرة وكافية لكل المواطنين الجزائريين. كريم قندولي مراسل الغد من الجزائر، شكرا جزيلا لك.